اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وقد تم خلال الاجتماع بحث أوجه علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين وما وصلت إليه من مستوى متقدم وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة. كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والحرب الدائرة في غزة ولبنان وازدياد حدة التصعيد بين أطراف النزاع والجهود العربية والدولية التي تبذل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار وخفض حدة التوتر والتصعيد ومعالجة الأوضاع الإنسانية وإيصال المساعدات الإغاثية للسكان المدنيين والمهجرين والدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.